وراهو اذا ماكلتك ماكش تندش فيها من دارك راك ماكش باش دوله ماكش باش دوله ما عندكش قمحك في دارك مستوكي كما قبل بابا وعمي وحنيني الله يرحمه كان عنده مطمور وماكلت العام دي وموجوده في الدار ولا نستنى عام جفاف ولا حتى نمشي المديد احنا كاكا تونس اذا ما بداش القمح متاعنا زريعتنا متاع خبزنا محطوط فك الصوامع نتاع ديوان الحبوب وقت اللي نجبد نلقى نجبد ماكلتي ونطيب ونزرع رانا ما نفش دوله، والله يبدأ عندنا اكبر قاعده للصواريخ النوويه، واكبر قاعده في الفضاء، رانا ما نفش دوله اذا ما عندناش ماكلتنا نتاعنا. قمح وزيت وزيتون وحمص موجود في الدار كما قبل. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.